3/11/2012 استهداف مساجد في مدينة الرسان، بيوت الله تقصف. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمين؟ بيوت الله تقصف. يدعي النظام أنه يقصف، يدعي النظام أنه يقتل مسلحين والإرهابيين، والله لا يقتل إلا النساء والأطفال وبيوت الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا أيها الغرب، 3/11/2012، انظروا أيها العالم، إنه يقصف المساجد، والله العظيم يقتل إلا النساء والأطفال، ويستهدف البيوت، بيوت الله عز وجل.